والله يا أليها صعبانة عليا قوي يا حاج، بتحاول تصلح من حال اخواتها بس مفيش فايدة. دلوقتي بقت أنهار صعبانة عليكي؟ لا إله إلا الله، هما كده الضراير، هما كده زي الدنيا كل يوم بحال. أنا؟ لا اسكيوز مي بقى يا فواز، بصراحة أنت بتقول كلام غريب قوي. لا يا حبيبي لا، أنا من يوم ما دخلت البيت ده وأنا بحب كل اللي فيه نفر نفر، وبعتبرهم زي أهلي. ولعلمك بقى أكتر واحدة بحبها وليها معزة في قلبي هنا هي أنهار، بحبها لله في الله كده. سبحان مغير الأحوال، قادر على كل شيء. حبيبي أنا طيبة، بس أنت اللي فاهمني غلط وظالمني دايما. إنما طازة ليه كده النهاردة؟ طازة؟ أنت لسه شفت حاجة؟ وحياتك عندي لنسيك اسمك واسم واحدة واحدة في القرشانات اللي أنت متجوزهم تحت، بما فيهم كمان البت البرانية اللي ما فيهاش حاجة من بلدها دي. شكلك كده يا سميحة ناوي على ليا، ناوي عليها يا سميحة للادي. هنعيد أمجاد شهر العسل يا عيون سميح. أيوه 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 الله 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 يا سميح. وعندهم الدليل بس كده بقى، نقف عند الكلمه دي بقى. اسكيوز مي بقى، هو بقى يا اختي ليه ما طردهاش طردت الكلبه هي واهلها؟ دخلت الحاجه عليها مش مريحاني، مبسوط رايق مش متنكد، في زباله
لا يا اختي مش زباله والله، ده كان طالع على فوق يعني اكيد كان هيبات عند واحده فينا. يا عبيطه يا عبيطه، ما هي برضك مش سهله البت سوسه، خدته كده على مشمه اول ما دخل راحت مصطاده ومطلعه على فوق بدل ما يدخل عند واحده فينا. يا عبيطه يلا يا خايبه، ما احنا كنا لازم نسمع اللي بيقولوه عشان نفهم هو بيفكر في ايه. اسمع لنا سهله دي قوي، اتفضلوا معايا يلا بينا نتفعل على الباب. يلا اتفضل. لا يا اختي هتضلها بيني وبين التصنيط، خلاص كفايه اللي حصل له. ايوه يا خايبه، بس احنا لازم نعرف عشان نفهم. استني استني، مين؟ انا زينب يا ستي. عايزه ايه يا بنتي يا زينب؟ حاجه مهمه. دخليها خش يا اختي، انت لسه هتبقى نجي؟ في ايه؟ انطقي. عايزه احكي لكم على اللي سمعته. ما تنطقي ساعتها ليه؟ ماما قالت لي شو صار مع البابا، في اشياء كتير لازم تعرفها حتى اكون رايحة الضمير اتجاهك. ايش يا زي ايه بقى؟ البابا طلب من الماما انه تخليني اتجسس عليك، كل شيء اعرفه عن شغلك ابقى بلغه اياه. وانت قلت لها ايه؟ طب رأيك شو قلت لها؟ انت حبيتيني بجد ولا انت حكايتك بالظبط؟ بالأول كانت فرصة لقلي مثل حياة لبنت، حياة لبنت عندها أحلام كتير وحابة تحققها، فجأة طلع الإنسان اللي بيقدر يحقق لها كل شيء قدامها، فتركت خطيبي. كنت بتحبيه؟ لو كنت بحبه ما كنت تركته لو معك كنوز الدنيا كلها. حب بيعمل إشياء غريبة بالبني آدم، شي بحياتي ما عرفته ولا صدقته غير من فترة قصيرة. كلامك الليله دي غريبة قوي، مش قادر افهمه غير كل كلامك اللي قبل كده. انت نفسك حاسك كأنك واحدة تانية، ايه اللي بيحصل؟ ما بعرف، انا نفسي ما بعرف شو بني فواز. انا مني انسانة بشعة تركت خطيبة كرمال اغنى منه، حتى لو المصاري كتير مهمة عند حياة لحدا، بس الست بالذات لما بتحب عن جد بتنسى كل شي قدام لحظة سعادة مع اللي بتحبه. اسمعي يا مايا، كل اللي بيني وبين أبوك انتهى ومش هينفع يكون في حياتي تاني، وانتي قدامك الاختيار، يا تعيشي معايا وتنسيه يا تروحي معاه وتنسيني. كرمال كل لحظة حلوة عشتها أنا وياك، كرمال كل لحظة حب عشتها أنا وياك فواز، آخر كلمة بقول لك إياها طلقنا يا فواز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هلالك شهر مبارك وحلو. ازيك يا حاج عامل ايه؟ انا الحمد لله في نعمة، الحمد لله والشكر لله.
يا عم الغيبه الطويله دي كلها؟ معلش يا حاج والنعم، كنت مشغوله شويه الفتره اللي فاتت، بعد ما انت عارف الدنيا تلاه. ربنا يغنيكي بحلوها ويكفيكي شر مرها. الله يخليك يا حاج والنبي، يسلم في امك والنعمه، كنت محتاجه الدعوه دي جدا. خلاص ليك عليها، كل ما جينا هنا هدعي لك دعوه زيها. بس انت بتقولي ما تطوليش الغيبه. حاضر عنيا الاثنين. بقول لك والنبي يا حاج، كنت عايزه اشربين كده بس يكونوا حلوين يعني يستحملوا معايا شويه الفتره. كل بضاعه المحل تحت امري، كل اللي انت محتاجاه. ولا امرني يا حاج. احلى طقم طلع عندك بسرعه من عيني. لا مش ناويين نكمل كلامنا ولا ايه؟ ما انا اللي عندي قلته وانت سمعت. بس اللي عندنا انت لسه ما سمعتهوش. احلى طرح يا حاج. طب روح لاقي بقى كل اللي يعجبك. بس انا عايزه حاجه تستحمل معايا شويه، مش عايزه حاجه اي كلام. لا ما تقوليش كده اي كلام، ده ايه؟ احنا كل القماش بتاعنا بتاع بلده. دول حلوين. قولي بقى بكام دول يا حاج؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليه كده هتخليني ازعل منك؟ انت جاي تشتميني في محل اكل عيشي. اديك قلت اهو، محل اكل عيشك، يعني انا مش همشي من هنا غير لما ادفعك وادفع ثمن الحاجه اللي انا خدتها. يا ستي ثمنهم واصل. لا ما وصلش، وانا مش همشي غير لما ادفعهم، ولا عايزني اسيبهم اسيبهم. طب استني بس، انت مالك حاميه قوي كده ليه؟ يا ساتر يا ساتر. لا 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 ما احبش كده، ما احبش كده. خلاص تعالى يا ابني حاسب الست واعمل لها خصم 90%.